For Hosni Mubarak, this side of the street. I'm here to see the riots against Hosni Mubarak. Boys, to make trouble. He has boys. He had brought the criminals to this place in order to fight with these people. بلطجيه وعساكر الامن المركزي اللي لابسين الزي المدني داخلين بيضربوا في شبابنا وعايزين نطلع من الميدان ومعاهم. لو سيبنا الميدان ده هنتسحل كلنا. الجيش ساكت، الجيش طبعا بيتفرج. الحكومه وحسني مبارك مؤامره على الشعب المصري وعلى ثورته. بيعبروا عن نفسهم، كانوا راحوا اي ميدان تاني مش ميدان التحرير، ده اسمه تحرش. حسني مبارك عمل ايه في 73؟ حارب زي اي واحد، وبعدين ضرب السادات، وبعدين مسك مكان السادات وقتل البلد وروس الاموال. عمل ايه في 73؟ مسكنا دلوقتي 5 اعترفوا ان هم الشرطه مدياهم فلوس ومدياهم بلطجيه ومعاهم ضباط شرطه امن دوله واقفين معاهم. دول مش بني ادمين، اللي موت اخوه يبقى مش بني ادم. البلطجيه مطلعه علينا، اتضربنا بالطوب، ده نظام بني ادمين. انا ايه عاوز ايه تاني يا حسني؟ قول لي فهمني انت ايه اللي عاوزه؟ الناس بتساعد عليك يا اخي امشي وفض الشباك ده، لو في ناس الشعب مش شابك بعد ضدك اتفضل امشي وسيبنا عايشين براحتنا. منظر الميدان دي المظاهرات السلميه، نتيجه المظاهرات السلميه ده شكل مصر. حرام عليك اخرج بقى، حرام عليك اخرج بقى يا اخي، اخرج بقى. السبيل ده ولا يهمك.